السابعة صباحا، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر، وهذه أبرز العناوين. وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا على هامش قمة وزراء دفاع دول آسيان. خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي، زيلانسكي يطالب بوقف قصف منشآت الطاقة وسحب المقاتلين الروس من زابوريجيا. البداية من ملف العلاقات الأمريكية الصينية، حيث عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني الجنرال ويفين جلسة محادثات على هامش قمة وزراء دفاع دول آسيان بكمبوديا. يأتي اللقاء بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الصينية التنسيق مع واشنطن بشأن تبادلاتهما الثنائية على هامش اجتماعهما القادم في قمة وزراء دفاع دول آسيان. هذا ويعتبر لقاء وزيري دفاع أمريكا والصين هو أول تبادل عسكري رسمي بين البلدين، وهذا منذ تجميد بكين الحوار مع واشنطن أغسطس الماضي، وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بالوسي إلى تايوان. وعلى صعيد الأزمة الكورية، دعت الولايات المتحدة إلى إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن لمحاسبة كوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية. وجددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الاتهامات للصين وروسيا بتشجيع بيونغ يانغ من خلال عرقلة عمل المجلس. This is the 10th time. هذه هي المرة العاشرة التي نلتقي فيها دون اتخاذ إجراءات مهمة. السبب بسيط، هناك عضوان يتمتعان بحق النقد في المجلس يمكنان ويشجعان كوريا الشمالية على ذلك. لقد سمحوا للنظام الكوري بإطلاق أحدث تجربة صاروخية متهورة والتي عرضت حياة المدنيين اليابانيين للخطر وزادت التوترات في المنطقة. من جانبه، أعرب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون عن قلق بلاده من الوضع في شبه الجزيرة الكورية، كما طلب جون الولايات المتحدة بتقديم مقترحات واقعية تستجيب لمخاوف بيونغ يانغ. على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة وتقدم مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق وتستجيب بشكل إيجابي للمخاوف المشروعة لكوريا الشمالية وتحويل الحوار من إجراء شكلي إلى واقع في أقرب وقت ممكن. وينبغي لمجلس الأمن أن يلعب دورا بناء في هذه القضية وألا يدين أو يمارس ضغوطا على كوريا الشمالية، وينبغي أن تساعد المداولات في المجلس على تخفيف حدة التوتر وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية بدلا من خلق عقبات أمام ذلك. والآن نتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي بوقف قصف منشآت الطاقة الأوكرانية وسحب المقاتلين الروس من محطة زابوريجيا. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد زيلانسكي على جملة من الإجراءات من أجل صياغة اتفاق سلام مع روسيا، واصفا الوضع الحالي في العاصمة كييف وبعض المدن بالصعب للغاية.
لقد تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تنفيذ عدة نقاط من خطة السلام الخاصة بنا، وهي تتعلق بالسلامة الإشعاعية والوضع في محطة زابوريجيا النووية، فضلا عن أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا. لهذا فإن نزع السلاح من محطة زابوريجيا أمر بالغ الأهمية. يجب على روسيا سحب جميع مقاتليها من هناك ووقف قصفها. نبذل قصارى جهدنا لعقد المؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا وتنفيذ خطة التعافي السريع. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية، وأفادت الوكالة بأن خبراءها أكدوا بعد جولة في موقع محطة زابوريجيا أنه على الرغم من شدة القصف على المحطة مطلع هذا الأسبوع فإن المعدات الرئيسية بقيت سليمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 70 جنديا أوكرانيا في جنوبي دونيتسك، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت محاولة القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه كوبيانسك، كما قصفت راجمتي صواريخ من طراز أوراغان تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، وهذا في منطقة خاركييف والتي تم قصف الأراضي الروسية بمنطقة بيلغورود منها. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغرب شريك في قصف محطة زابوريجيا، وأضافت أن أوكرانيا مستعدة لوضع ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا في خطر مميت. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت بوضوح إلى الذين يهاجمون المحطة، مؤكدة أن الوضع في المحطة قريب من حدوث كارثة. أكد الأمين العام لحلف ناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف ضاعف عدد قواته على المحاور الشرقية للقارة الأوروبية. تصريحات ستولتنبرغ جاءت في كلمته خلال اجتماعات الدورة السنوية 68 للجمعية البرلمانية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث أضاف أن الحلف وضع مزيدا من الجنود في حالة التأهب لمنع تمدد الصراع إلى خارج الحدود الأوكرانية. أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فشل قادة صربيا وكوسوفا في التوصل لاتفاق لحل النزاع بينهما، وحذر بوريل من تصعيد جديد على الأرض بعد الإخفاق في الاتفاق بين الجانبين. منذ الصيف الماضي انشغلنا بإدارة القضية الرئيسية في محاولة لتفادي الموعد النهائي المحدد للوصول إلى حل، وما زلنا موعد إلى موعد، أزمة تلو أخرى، وهذا يعني أننا لم نكن قادرين على مناقشة القضية الحقيقية وهي تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفا، والتي من شأنها حل النزاع ومنع حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع. لقد كنت واضحا للطرفين بأنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. يجب التوقف عن البقاء داخل هذه الحلقة المفرغة من الأزمات. أريد أن أؤكد أن أي تصعيد أو عنف على الأرض خلال الأيام المقبلة سيكون نتيجة لفشل هذه المحادثات. من جانبه قال رئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده كانت متعاونة جدا خلال محادثات بروكسل، وأضاف رئيس صربيا أن فشل المحادثات جاء بسبب تعنت المفاوضين من كوسوفا. لأسباب غير واضحة بالنسبة إلي لقد فشلنا في التوصل إلى أي اتفاق. الجانب الصربي كان متعاونا ولقد قبلنا بنص الاتفاق الذي تغير عشرات المرات، غير أن كوسوفا لا تريد تقبل أي شيء. إنهم يقومون بإضافة بنود جديدة طوال الوقت وهذا أمر غير ممكن. وعلى صعيد متصل قال رئيس وزراء كوسوفا ألبين كورتي إنه منفتح لإجراء مزيد من المحادثات مع صربيا لحل النزاع بينهما، وأوضح كورتي أنه يرغب في بحث تطبيع العلاقات مع صربيا وليس التباحث فقط حول أزمة تسجيل لوحات السيارات.
أنا مستعد للمجيء إلى هنا وإجراء المحادثات بشكل دائم من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن تطبيعا كاملا للعلاقات وباعتراف متبادل حول جميع القضايا، وليس فقط موضوع تسجيل لوحات السيارات، ولكن لا يمكن لأحد أن يعمل دون مشاركة الطرف الآخر. لا يمكننا أن ننسحب من المفاوضات، ويجب علينا كقادة مناقشة جميع القضايا الخلافية وليس حصر الأمر فقط في أزمة تسجيل لوحات السيارات. أطلقت نظم الإنذار المبكر في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا من إمكانية حدوث موجات توسونامي على سواحلها. جاءت تلك التحذيرات في أعقاب تعرض جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ إلى زلزال بقوة 7 بمقياس ريختر، حيث أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا وقد يتسبب في موجات توسونامي على السواحل الأمريكية التي تبعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال. يأتي ذلك فيما ذكرت جزر سولومون أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في البلاد، لكنها حذرت من تيارات بحرية غير عادية في المناطق الساحلية. وما زلنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن بأن ثمة ارتفاع في أسعار الوقود بالولايات المتحدة. وأفاد مراسلنا بأن الارتفاع دفع الأمريكيين إلى البحث عن وسائل بديلة كسيارات الكهربائية. لسنوات عديدة كانت السيارة إحدى ضروريات الحياة في الولايات المتحدة، لكن ارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق لأعلى مستوياتها في 14 عاماً أدى بعدد كبير من الأمريكيين لاتخاذ القرار الصعب بالتخلي عن سياراتهم أو البحث عن بدائل. السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معاً كانت أكبر الرابحين من ارتفاع أسعار الوقود. أسعار العربيات الهايبريد أكثر شوية من أسعار العربيات الجاز، وده فانت لازم تشوف انت هتسوق قد ايه في السنة وفي الشهر عشان تقدر تعرف انت هتوفر فلوس بعد ما تدفع الفلوس بتاعت الهايبريد الفرق ان ادفانس ولا لا. في ويب سايت اسمه fueleconomy.gov بيطلع لك كل عربية واستخدامها وبتاخد بريميوم جاز ولا ريجولر جاز هتعمل سيف قد ايه في خلال 5 سنين. وتوقع تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية استحواذ السيارات الكهربائية والهجينة على حصة تبلغ 13% من إجمالي مبيعات المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة بحلول عام 2050، مقارنة ب 3% فقط في 2021. في طبعا طلب كبير قوي على العربية تسلا، فعندهم مثلا 2 years waiting، فهياخدوا مجموعة من الشركات الكبيرة هتاخد جزء كبير من حصة التسلا. ابتدت تويوتا تعمل باندل مع سوبرو في عربية جاية في خلال 2 شهر، عربية جديدة نازلة السوق كلها كهرباء. وعندنا الرافور برايم اللي هي هجين مع كهرباء بلاجين، وعندنا البريوس بلاجين برضو مع الهايبريد. ورب ضارة نافعة، فالإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة يتماشى مع خطط الإدارة الأمريكية في الحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي. يستمر سعي الأمريكيين في البحث عن بدائل لتجنب الإنفاق الكبير على الوقود، وقد وجد البعض ضالتهم في العمل من المنزل أو العمل عن بعد الذي بدأ خلال فترة انتشار فيروس كورونا ولا يزال مستمراً. أكثر من 80% من الشركات الأمريكية أبقت على نظام العمل عن بعد فيما بعد جائحة كورونا، و
ويظهر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن ثلث العمل في الولايات المتحدة تم إنجازه عن بعد ما بين العام الماضي والعام الجاري. ويزداد إقبال الأمريكيين على العمل عن بعد في المدن الكبرى، ويرجع ذلك إلى أن من يمارسون هذا النوع من الوظائف ينتقلون إلى ضواحي تنخفض فيها أسعار السكن، كما يوفرون مبلغا لا بأس به كانوا يدفعونه في الماضي مقابل وقود السيارات التي يستخدمونها في الذهاب إلى العمل. من واشنطن، رامي جبر، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. تحطمت طائرة ركاب صغيرة بمدينة ميدلين الكولومبية، ما أسفر عن مسرع 8 أشخاص كانوا على متنها، من بينهم 2 من طاقم الطائرة. وذكرت السلطات المحلية الكولومبية أن الطائرة قد سقطت بعد إقلاعها نتيجة عطل في المحرك لم يتمكن الطيار من السيطرة عليه. هذا وتسبب سقوط الطائرة وسط المدينة في تدمير 7 منازل وإلحاق ضرر ب6 منازل أخرى. لقي 36 شخصا مصرعهم في حريق شب في مصنع بمدينة أنيانغ الصينية بمقاطعة خانان. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحريق أسفر كذلك عن إصابة 2 آخرين، فيما لا يزال شخصا في عداد المفقودين. يسابق رجال الإنقاذ في إندونيسيا الزمن للوصول إلى أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد أن دمر زلزال بلدة في إقليم جاوا الغربية، ما أسفر عن مسرع 162 شخصا وإصابة نحو 700 آخرين. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر، بأنه وقع قرب بلدة سيانغور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن العاصمة جاكرتا. ومن الأخبار العربية ما جاء في تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليمي، حيث شدد أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمان، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ومواجهة التطور في إطار التنسيق بين البلدين. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي حرص بلاده على إدامة العلاقة المتميزة مع الأردن، مشددا على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. أعاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيسا لمجلس الوزراء. وكلف العاهل البحريني ولي العهد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، جاء ذلك بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية. We'll be right back.
ومن أخبارنا الاقتصادية، حيث نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نفى التقارير التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وأضاف الوزير أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها، علما بأن الخفض الحالي ومقدار مليون برميل يوميا من قبل أوبك بلس سيستمر حتى نهاية عام 2023. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن اتفاق أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل لا يزال ساريا حتى نهاية عام 2023. ونفى المزروعي انخراط بلاده في أي نقاش مع أعضاء آخرين في تجمع أوبك بلس لتغيير الاتفاق. عوضت أسعار النفط أغلب خسائرها المبكرة بعد نفي السعودية والإمارات بحث زيادة المعروض من النفط مع أوبك بلس، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 87 دولارا و45 سنتا للبرميل عند التسوية، متراجعة 17 سنتا. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 79 دولارا و73 سنتا للبرميل عند التسوية، منخفضة 35 سنتا. ومن أخبارنا الرياضية، حيث حقق منتخب إنجلترا انتصارا كاسحا على نظيره الإيراني بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم على استاد خليفة الدولي. وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جود بيلي نيغهام وبوكايو ساكا بواقع هدفين، ورحيم ستريلينغ وماركوس راتشفورد وجاك غريليتش، وسجل هدفي إيران مهدي طارمي. وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في الجولة الثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة المقبل، بينما تلاقي إيران منتخب ويلز في اليوم ذاته. ختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا على هامش قمة وزراء دفاع دول آسيان. خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي، زيلانسكي يطالب بوقف قصف منشآت الطاقة وسحب المقاتلين الروس من زابوريجيا. تحذيرات من تسونامي يجتاح السواحل الأمريكية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر.